إذن بالنسبة لنا هذه أول مرة تنظم هيئة محامين بالرباط لواقعا بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، ونغتنمها فرصة للتعريف بمهنة المحاماة، للتعريف بتاريخ هيئة المحامين بالرباط، للتعريف بالقضايا الأساسية التي تشغل بالنا كمحامين وكمحاميات. وبالتالي فهذا المعرض هو ملتقى أساسي سننفتح من خلاله على مختلف الفاعلين الحقوقيين السياسيين الأكاديميين لنقربهم من ما نفكر فيه وما نريده لهيئتنا وللمحاماة وللعدالة ببلدنا. هذا من جهة. من جهة ثانية هو فرصة مهمة لتقريب المواطن من المحامي، باعتبار أن المحاماة هي شأن اجتماعي بامتياز، ومن هذا المنطلق فاقترابنا من المجتمع، تفاعلنا معه، الإصغاء إليه من شأنه أن يعطينا فكرة وتصور عن كيفية التعاطي والتفاعل والتجاوب مع الإشكالات الرئيسية والأساسية التي تمس بصورة المحامي لدى الغير. وهذه الصورة بالنسبة لنا احنا مهمة أساسية، ورفع اللبس ورفع الغبار عن الأفكار المسبقة وعن التقييمات المسبقة هو أساسي لتلميع مهنة المحاماة ولتبيان بأنها هي في الأصل في خدمة المواطن، في خدمة المرتفق، العدالة، وفي خدمة العدالة بصفة عامة.